ما يجي يتكلم على الجزء الثاني من الريجوليشن، هو ريجوليشن اوف الترانسكريبشن، قال لك مديك شويه تعريفات كده. رقم واحد عندك حاجه اسمها البروموتر ريجون. البروموتر ريجون دي قال لك هي عباره عن دي ان ايه ريجون، منطقه من الدي ان ايه بتبقى اللي بيرتبط فيها. خد بالك من الكلام، مين اللي بيمسك في البروموتر ريجون؟ حاجه اسمها الترانسكريبشن فاكتور، ودي اللي احنا هنقولها بعدها على طول، تمام؟ طيب لما يبدا الترانسكريبشن فاكتور ده يروح يمسك في الدي ان ايه ريجون اللي اسمها البروموتور ريجون دي، قال لك هذه العمليه هتعمل انيشيشن للترانسكريبشن، هتعمل بدء لعمليه الترانسكريبشن. طيب كل ما كانت المنطقه اللي اسمها البروموتور ريجون دي منطقه من الدي ان ايه، كل ما كانت المنطقه دي، المنطقه بتاعتي ديت اطول، كل ما كانت المنطقه ديت كبيره، يعني كل ما كان هيبقى في مكان اكتر علشان البروتينات او الترانسكريبشن فاكتور دي تعرف انها تمسك فيه. طيب وكل ما كان انا عندي كنترول اكتر لعمليه الترانسكريبشن بروسيس. كلام جميل. يعني هو عايز يقول لي ايه؟ يعني انت متخيل معايا كده، لو احنا عندنا منطقه اهو، ده كده شريط الدي ان ايه، او ده الجين، ده الجين اللي احنا بنتكلم عليه، ده الجين اللي احنا عايزين نعمل له ترانسكريبشن وهنطلع منه البروتين. وانت عندك هنا منطقه هي جنبها، المنطقه دي هي دي المنطقه اللي اسمها الايه، البروموتور ريجن. طيب لو كانت المنطقه دي كبيره هقدر ان انا امسك فيها الترانسكريبشن فاكتور، وبالتالي هقدر ان انا ابدا عمليه الترانسكريبشن. طب لو كانت المنطقه بتاعتي ديت صغيره جنب المنطقه والجين ده، قال لك ده لا، ده هيخلي الموضوع صعب ان انت تعمل ريجوليشن لعمليه الترانسكريبشن دي. يبقى كل ما كان البروموتور ريجن بتاعتي دي اكبر اطول، كل ما كان في مكان اكتر واوسع ان البروتينات او الترانسكريبشن فاكتور انها تمسك فيها، وبالتالي انت هتعمل كنترول لعمليه الترانسكريبشن بروسيس. طب ما تيجي نقول بقى اهو، طب ايه هي الترانسكريبشن فاكتور بقى اللي انا لسه عارفها دلوقتي؟ قال لك هي ديت عباره عن البروتينات اللي بتمسك في البروموتور ريجن، ويقول لك بعض الريجوليتوري سيكونسز وبعض الحتت او يعني الترتيبات اللي ليها وظيفه ريجوليشن، يعني ليها وظيفه انها تنظم عمليه الترانسكريبشن. ماليش دعوه بالسطر ده، من الاخر اللي انا اعرفه عشان الكلام يبقى ماشي مع بعضه، ده هي عباره عن مجموعه من البروتينات اللي بتمسك في عمليه، اللي بتمسك في المنطقه اللي اسمها البروموتور ريجن بس وخلاص. طب لسه بيقول تاني اهو، طب ايه هي الوظيفه بتاعتها؟ ما انا لسه عارف من فوق انها بتعمل كنترول للترانسكريبشن. طيب كنترول ترانسكريبشن لايه بالظبط؟ اللي قال لك للجينات، الجينات دي لما بنيجي نعمل لها كودينج هتطلع لي بروتينات. يعني من الاخر يعني عايز يقول لك انها بتعمل كنترول للفانكشنال جين، يعني الجينات اللي لما بتتنسخ بيطلع منها بروتينات. سهل خالص ايه؟ طيب بيقول لك اهو، طب ازاي بتشتغل الميكانيزم بتاعها؟ ما انا لسه قايل دلوقتي، لسه قايل ان الفاكتورز دي بترتبط بالبروموتور ريج. طيب زود بقى عليه ايه اللي بيحصل بعد كده. يعني يقول لك بعد كده ريكروت، كلمه ريكروت دي يعني بتجبر، يعني او بتسحب او بتجند، تروح جايبه للمكان اللي هي واقفه فيه ده الانزيم اصلا اللي بيبدا عمليه الترانسكريبشن، عمليه النسخ دي، اللي هو اسمه ايه، الار ان ايه بوليمريز، للمكان اللي احنا هنبدا فيه الموضوع ده. بس كده يعني احنا موجودين في المكان اهو، احنا موجودين اهو. تخيل كده معايا ان اللي راح مسك في المنطقه دي اللي هي اللي اسمها البروموتور ريجون، البروموتور ريجون جه هنا لما مسك الفاكتور اللي هو اسمه ترانسكريبشن فاكتور، راح مسك في البروموتور ريجون، ايه اللي هيحصل؟ هيروح جايب لك للمكان ده، هيروح جايب للمكان ده الانزيم اللي اسمه الار ان ايه بوليمريز. بس كده، ار ان ايه بوليمريز. طيب الار ان ايه بوليمريز ده لما هيجي للمكان ده هيعمل ايه؟ هيروح داخل على المنطقه اللي انت عايز تنسخها دي، ويبدا يصنع لك الار ان ايه اللي انت بتتكلم عليه واللي انت عايزه، اللي لما بيترجم، لما بيحصل له عمليه ترجمه، يبدا ان هو يتحول بعد كده الار ان ايه ده، يبدا ان هو يتحول بعد كده للبروتين. علشان كده هنا الحته بتاعت الجين دي بيقول لك انها بتبقى بروتين كودينج جين، يعني ده معنى الكلام يعني. تمام يا اخوانا؟